تحويل 40 محلاً تجارياً كان يعاني الإهمال إلى ثانوية بمنطقة الحمامة التابعة لبلدية كركر غربي ولاية سكيدة، سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع التربية والتعليم. الحدث هو تحويل محلات كانت مهملة بمنطقة كركرة، تحويلها إلى ثانوية ذات نظام نصف داخلي لفك التنقل أو للحد من تنقل أبناء هذه المناطق المعزولة إلى مدينة، إلى كل من تمالوس وكركرة. عملية تحويل المحلات إلى مجمع مدرسي خطوة هدفها فك الضغط على الثانويات حسب ما أكدته السلطات المحلية. الثانوية تحتوي على 17 قسم تربوي، كما أنها تحتوي على مطعم والمرافق الضرورية الإدارية الضرورية، وكذلك هناك سكن وظيفي. هذا مما يحلحل مشكل النقل على مستوى هذه المداشر، وكذلك يمكن الطلبة من توفير الوقت ليستعمله في الدراسة عوضا عن التنقل لمسافة 10 إلى 15 كيلومتر يوميا، ما يجعل من هذا الصرح يعني فائدة كبيرة لسكان المنطقة، وكذلك يمكن من رفع الاكتظاظ أو رفع الاكتظاظ على مستوى كل من بلدية تمالوس وبلدية كركرة حيث يتمدرس هؤلاء الطلبة. هي مساعي وأخرى أسفرت عن توفير عناء تنقل التلاميذ إلى مؤسسات تربوية بمناطق مجاورة في انتظار التفاتة حقيقية إلى باقي المناطق النائية بولاية سكيكده.